يا مساء الورد والياسمين على حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم فيديو مختلف تماما عن كل الفيديوهات اللي احنا عملناها قبل كده. النهارده هنحضر اوردر، كمان في افكار للعزومات وللمناسبات. افكار النهارده عباره عن فراخ معموله في الفرن، وممبار، ومكرونه بشاميل، ومسقعه باللحمه المفرومه، ورز بالشعريه. اول حاجه هبتدي بالفراخ. انا طبعا بدات الشغل بالليل وجهزتها خالص علشان تاخد وقتها في التتبيلة، وكمان الصبح هدخلها الفرن على طول، وكمان ادي لنفسي مساحة ان انا اقدر اخلص كل الكمية قبل الميعاد المطلوبة فيه. في البداية عملت الخلطة بتاعت الفراخ، بصل وفلفل الوان وصلصة، وحطيت لهم كمان الزيت ودبس الرمان والتوابل، ملح وفلفل وبابريكا، واللي حابب يضيف شطة، حابب يضيف 7 بهارات، جوزة الطيب اللي انتوا حابينه. انا حطيت اونلي الملح والفلفل والبابريكا. عملت الخلطة في الفراخ، طبعا الفراخ مقطعاها وعمل لها فتحات، وكمان هحط في الفراخ بطاطس، عملها ترانشات زي ما انتوا شايفين، ويعني وخليت بالي ان الترانشات بتكون كلها نفس المقاس علشان لما تدخل الفرن كله يستوي، ما فيش واحدة تكون مستوية والتانية يكون ناقصها شوية بس. فانا تبلت الفراخ وشلتها في التلاجة لحد الصبح. تاني يوم الصبح حطيتها في الفرن على طول. بعد كده هنا هنعمل اللحمة بتاعت المكرونة بشاميل وبتاعت كمان المسقعة مع بعض. هنا عندي حوالي 1.25 كيلو بصل وحوالي 1 كيلو لحمة مفرومة، وبحط لهم ملح وفلفل وبابريكا. تعصقت اللحمة دي انا برضو عملتها من بالليل، وكمان سلقت المكرونة، بس المكرونة انا ما صورتهاش. اول ما اللحمه غيرت اللون بتاعها حطيت كمان الصلصه، وهسيبهم يتسبكوا من ربع ساعه لتلت ساعه، وبعد كده هسيبهم لحد ما يسقعوا خالص واحطهم في الثلاجه. دي البابريكا انا محطتهاش في البدايه، حطيتها بعد ما حطيت الصلصه. انا خلاص اللحمة تمام كده، هسيبها تسقع خالص وبعد كده اشيلها في الثلاجة. تاني يوم الصبح طبعا رحت عملت البشاميل. هنا حطيت السمنة
انا هنا بضيف ملح وفلفل بس، ما بضيفش اي اضافات تاني. اللي حابب يحط جبنة في البشاميل اوكي، اللي حابب يحط كريمة يعني دي حرية شخصية. بعد ما خلصت البشاميل وكمان عندنا اللحمة والمكرونة جاهزين، هحطهم على طول في الصينية. بدهن الصينية كويس خالص وبجهزها خالص، وبعد كده بدخلها الفرن. احنا اوريدي عندنا الفرخة في الفرن، مستني المكرونة. هدهن وش المكرونة بيضة ومعلقة صلصة وحط عليهم ملح وفلفل. اللي مش حابب يحط صلصة تمام، واللي مش حابب يحط بيض وحابب يحط جبنة برضو تمام. اول ما خلصت على طول دخلت هالفرن. هنا عندي 2 حبة بدنجان مقطعاهم بالشكل ده عشان هحضر للمسقعة، وقليتهم ما رشيت لهمش غير بس ملح. هنا نعمل الصلصة للمسقعة. هنا عندي حوالي 4 فصوص ثوم، بحطهم على النار في طاسة عميقة وحط لهم ملح وفلفل بس. هنعمل الصلصة بس، انا كل حاجة المسقعة دي انا عملتها الصبح، ما عملتش اي حاجة منها بالليل. بعد ما الثوم اخد اللون الذهبي نزلت كمية الصلصة. الصلصة دي نوعيتها حلوة خالص، ما بتاخدش وقت وتكون يعني متسبكة وجاهزة، بس بضيف لها نص معلقة سكر وبابريكا وبسيبها تتسبك حوالي 5 دقايق. هنا نص معلقة سكر علشان ما تعملش حموضة، وكمان عندي بابريكا وبضيف لها شوية من الكزبرة الناشفة. بزود لها شوية مية واسيبها حوالي 5 دقايق بتكون تمام. الصينية اللي بعمل فيها المسقعة ما بتكونش مدهونة، بحط فيها شوية من الصلصة مش كتير، وبعد كده هفرش البدنجان. وشوية من الفلفل الأخضر، كمية الفلفل اللي حطيتها في المسقع حوالي يعني حبة ونص كده من الفلفل. وأضيف اللحمة المفرومة. كمان الصلصة من فوق ما بنكترش، يعني بتكون يعني كمية قليلة خالص بتكون أحلى.
وبعد كده بحط طرنشات طماطم وادخلها الفرن، تاخد حوالي من نص ساعة لساعة الا تلت، وبعد كده بطلعها واسيبها تسقع قبل الاكل. هنا هنحضر للممبار. طبعا انا الممبار عملت الخلطة بتاعته وحشيته من بالليل، الصبح بس خليته على التسوية. هنا البصل، وكمان هحط لحمة مفرومة. يعني 90% من الأكل بتاع النهاردة أنا جهزته من بالليل. أنا الممبار لسه عاملاه معاكم من كام يوم، 3 4 أيام كده، بضيف ملح وفلفل وبابريكا بس. انا عن نفسي في الاكل بتاعي بحب احط شطة، بس ده بما انه طالع برا، يعني الست ما كانتش عايزة اي شطة في الاكل. هنا خلطة الممبار جاهزة، هضيف لها الرز والخضرة، الخضرة كزبرة وشبت وبقدونس. هنا الممبار بعد ما منطفاه ونقعاه يعني يجهز على الحشو على طول، هحشيه وكمان هدخله التلاجة لحد تاني يوم الصبح. انا طبعا الممبار بما انه طالع برا انا عاملاه كبير شوية عن اللي بعمله البيتي. هنا تاني يوم طبعا المية اللي هسلق فيها الممبار حط لها بصل وورق لوري وملح وفلفل ومرقة، وبنزل فيهم الممبار واسيبهم لحد ما يستووا، بياخدوا حوالي ساعة ونص. هنا الممبار شايفين بعد ما نزل المية كده ومسك نفسه. هنا الممبار كان استوى، هاخده هحمره، برش له شوية ملح وفلفل وبحمره في سمنة وزيت او سمنة بس. هنا بحضر الرز بالشعرية. خلصنا طبعا الممبار والمكرونة والمسقع، كنت طلعت المكرونة والفراخ بس اللي كانت لسه في الفرن. بعد ما بوصل للون الرز كده الذهبي الحلو، بزود ميه واخلي الميه سنتي فوق الرز، وبضيف له ملح وفلفل ومرقه، واسيبه على النار عاليه. اول ما الميه تبدا تغلي بهدي النار خالص واسيبه لحد ما يستوي خالص. هنا الميه نقصت، هزودها شويه، ما كانتش المية يعني كافية للرز. أنا
اول ما بدأت تغلي ههدي النار خالص واسيبهم يستووا، بياخد حوالي نص ساعة على نار هادية. هنا بعد ما الرز استوى طالع الرز خطير بالواحدة وطعمه ملهوش حل. وكده انا بقى خلصت كل كمية الاكل، والفراخ كمان طلعتها من الفرن، والمكرونة طالعين بالشكل ده، حاجة في قمة الجمال والروعة، والطعم ملهوش حل. والست انبسطت من الاكل خالص. اتمنى افكار العزومة النهاردة تكون عجبتكم، واللي عنده افكار جديدة وحابب يعرفني بيها يكتبها لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هعملها لكم فيديو. اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من الفيديو. ان شاء الله نشوفكم على خير، فيديو جديد. سي يو، باي باي.